نبدأ أولى فقراتنا بفقرة الأخبار. يمكن امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أيضا شارك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر فيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار البريكس بلس، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. هذا وقد ألقى السيد الرئيس كلمة مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة رئيس الدورة الحالية لتجمع البريكس، أصحاب الفخامة زعماء الدول التجمع والدول الصديقة، اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، وأن أعرب لكم فخامة الرئيس شي جين بينغ ولبلدكم الصديق عن خالص الشكر على دعوتكم الكريمة لمصر للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار صيغة البريكس بلس، وأنه ليشرفني أن أشارك في قمة تجمع البريكس للمرة الثانية بعد مشاركتي في القمة التاسعة للتجمع في دولة الصين الصديقة عام 2017. كما يسعدني أن تكون مشاركتي في القمتين بناء على دعوة أخي الرئيس شي جين بينغ، ويطيب لي أيضا أن أعرب عن تقديري لتجمع البريكس، هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوما بعد يوم بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية السياسية منها والاقتصادية ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب. كما أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها دولة الصين الصديقة بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي. أود أيضا أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم من خلال الأدوات المالية التي يقدمها في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من دول النامية غير الأعضاء في التجمع. ويعد انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت دليلا على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات. ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص. كما عملت مصر أيضا على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتي حياة كريمة و100 مليون صحة. وفي ذات الوقت تسعى مصر بكل دأب إلى التحول
إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أصحاب الفخامة تثمن مصر حرص تجمع البريكس على تبني رؤية مشتركة تجاه القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام للدول النامية، خاصة فيما يتعلق باستشراف آفاق التعاون التنموي ودعم تمويل التنمية. وأود في هذا الصدد أن أؤكد على ضرورة ألا تأتي الجهود المنصبة نحو معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على حساب دعم تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأقل نموا، وهي الدول التي لا زالت تعاني من نقص في تمويل التنمية بما يعيق جهودها الرامية إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تنفيذ أجندة 2030. كما أنه يتعين على المجتمع الدولي بأسره أن ينخرط بشكل أكثر فاعلية وإيجابية في جهود تمكين الدول النامية من تحقيق التنمية والحصول على التمويل اللازم لذلك. وأود هنا أيضا التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المختلفة والتي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ، فإن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتكثيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلا عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية. وهي مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولي من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين. أما فيما يتعلق بتغير المناخ فإن آثاره السلبية على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا نشعر به في كافة دولنا، يعرقل خططنا التنموية ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها، ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي. إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ COP27 ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس. وفي هذا الصدد فإنني أتطلع لاستقبالكم جميعاً في قمة القادة في نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدما بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه وعلى الأهمية التي نليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات. أصحاب الفخامة، أود في الختام أن أؤكد لكم أننا نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتجمع البريكس والاستفادة من خبراتي في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يحقق أمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا. وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة
لمشاركتي في هذا الاجتماع الهام. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار القاهرة امبارح الأمير تميم بن حمد أمير قطر في زيارة هتستغرق يومين، وده لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتتضمن كمان عقد مباحثات ثنائية ما بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ده فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، هذا في إطار افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. سيادة الرئيس قال في نص تهنئته: أهنئ جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة. هذا اليوم الذي يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد وحب الأوطان الذين هم أساس الخدمة العامة، فالعمل بجد واجتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية ومجدتها الطبائع الإنسانية، أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون الذين هم أعمدة بلادهم. ومن أخبار مؤسسة الرئاسة ونشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لأخبار القوات المسلحة، امبارح القيادة العامة للقوات المسلحة نعت الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء، وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن الفقيد كان له دور بطولي في حرب أكتوبر المجيد، وتقدمت القوات المسلحة لأسرته ولأهله ولأهالي سيناء بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بالإضافة كمان هذه الأخبار، كان في أخبار وأحداث تانية هامة جدا حصلت امبارح، خلينا نروح مع حضراتكم نتعرف على أبرز وأهم ما حدث أمس. منها الحكومة استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف، ونفي الحكومة توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى حياة كريمة بأسوان، وأخبار تانية كتير هنستعرضها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها أنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس في الفترة من 18 ولحد 24 يونيو، وتضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة أن الخبر اللي انتشر بخصوص توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة أسوان هو خبر غير صحيح، وشددت على استمرار العمل بالمشروع داخل محافظة أسوان وفقاً للجداول الزمنية المقررة بدون أي توقف، وإن في متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروع بهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وده في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ومن ناحية تانية وجه أيضاً الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التهنئة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل عام والعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل خاص بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وقال إن الجهاز درب أكثر من 76 ألف مستفيد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية والمخصصة لنشر إعلانات الوظائف الشاغرة في الجهاز الإداري للدولة واللي ممكن التقديم عليها إلكترونياً وبالمجان لكل جهات الدولة.
كمان محافظات مصر شهدت أحداث وأخبار مهمة حصلت امبارح، زي إعلان وزارة التنمية المحلية تنفيذ مشروعات ب 25 مليار جنيه بالمحافظات خلال العام الحالي لدعم البنية الأساسية، كمان افتتاح محطة صرف طلمبات 7 وده لخدمة 86 ألف فدان في كفر الشيخ، والكشف وتوفير العلاج ل 1273 مواطن في قافلة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة في بني سويف، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة هنتعرف عليها في سياق التقرير التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث والأخبار اللي حصلت امبارح، أبرزها إعلان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن تم خلال العام المالي الحالي تنفيذ مشروعات لدعم البنية الأساسية للمحافظات باستثمارات وصلت ل 25 مليار جنيه من خلال الاعتمادات اللي تم تخصيصها لدواوين عموم المحافظات أو اللي وفرتها الوزارة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات. كمان تم افتتاح محطة صرف طلمبات 7 لخدمة 86 ألف فدان في محافظة كفر الشيخ، واللي بتضم 6 وحدات رفع 408 متر بتكلفة 235 مليون جنيه. وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف أعلن قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية بقرية الشنطور مركز سمسطة مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1273 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عمل جولة تفقدية علشان يتابع أعمال رصف كوبري عرابي في حي غرب شبرا الخيمة وأعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان في مدينة قليوب، وده لمتابعة ما استجد من أعمال ومتابعة الموقف التنفيذي للإنشاءات الجارية ودفع الأعمال فيها بهدف الانتهاء من تلك المشروعات الحيوية في قطاع الطرق وتسليمها لخدمة المواطنين وللعمل على تيسير الحركة المرورية. مديرية الصحة بالشرقية اختتمت فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية حقك تنظمي، واللي سبق وانطلقت من يوم الحد 12 يونيو واستمرت لمدة 10 أيام على مرحلتين، وقامت بتقديم الخدمة لأكثر من 114 ألف سيدة في نطاق المحافظة. في الوادي الجديد كمان أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الآبار بمختلف المراكز وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار.